سلامات. ورا كل امرأة عظيمة امرأة سندتها ودعمتها وناضلت لحقوقهم سوا. ورا كل امرأة ناجحة امرأة عبدت لها الطريق وسبقتها بإنجاز ودافعت عنها بمظلومية. ورا كل امرأة عظيمة أم ربتها تكون قوية، وبي رباها تكون هي تحفظ بيت وكرامتها من الإهانة والعنف من رب البيت. ورا كل امرأة عظيمة نفسها اللي آمنت فيها وبقدراتها ما ساومت وما استخدمت جسدها سلعة وفكرة مادة سخرية، ما قبلت تكون نسخة عن امرأة تانية لترضي رجل أو تكون دمية معروضة عواجها بسوق مجتمع الشكليات. ورا كل امرأة عظيمة امرأة عظيمة تانية وتالتة ورابعة وقبيلة نساء مناضلات بلا استعراض. ورا كل امرأة عظيمة تربية تعترف إن نصف المجتمع ونصف الآخر مقتنع وداعم. ورا كل امرأة عظيمة امرأة أو رجل أو كل اللي ذكرتهم مجموعين قولوا الله. هي مثال صارخ لمقولة ابن الفنان فنان، لأنها فنانة للعظم وممثلة كل الأدوار. المبدعة القديرة ليليان نمري عندها كل القصة. الفنانة أو النجمة القديرة والمبدعة ليليان نمري، نورتيني بشو القصة. يا أهلا وسهلا. منورة فيك وبجمالك. تسلميلي. انت بتعرفي انه انا قد ايه بحبك وقد ايه بقدرك، وانت بالنسبه لإلي من الاعلاميات المهمات جدا. الواحد بيتشرف انه يطلع معه، وخاصه بهالبرنامج القيم اللي عم تعمليه، اللي انا متابعه كل الحلقات اللي فيه مواضيع كثير اثرت فيي، وموضوعنا اليوم كمان لانه لما طلبتيه كمان اثر فيي، مشان هيك انا جيت. على شو عبالك تحكي؟ على اللي بدك اياه. من وين بدك نبلش؟ من الفرح، من الحزن؟ بيقولوا اكثر الناس يعني الكوميديين هن اتعس ناس، صحيح؟ هي اجمالا ايه، لانه الفنان الكوميدي بيطلع من ذاته وبينسى حاله، الله بكون عاطيه نعمه مغطيه على قصص كثيره بحياته. إيه؟ دايما بتحس الممثل الكوميدي بالعالم العربي وبالعالم بكون عنده شيء بحياته ناقص، بس الله معوده بهالموهبه. يعني انت ليليان نمري سعيدة أو حزينة؟ ليليان اللي بتضحك كل الناس، يعني هلا قبل التصوير الكل عم يضحك. لكن اللي بقول لك إنه أنا سعيد 100% بكون عم بكذب، ما في إنسان على وجه الأرض هو سعيد، بس في أشخاص بيتأقلموا مع الحزن وبيقلبوه. يعني أنا هي بقول لك إنه نعمة من الله، أنا بكون عم ببكي بلحظة بتضحك. بعدين ما بتقصى تضحك الناس، يعني انا عندي سرعه بديهه بيطلعوا معي بدون ما انتبه، يعني حتى بالتصوير الرابع بكون طلعت معي نهفه بعيده، انا ما بنسى شو عملت، بقول لي ليه ما عملتي مثل هيديك اللقطه؟ هي طلعت هيك ما بتذكر. فبفرجيني على يعني على الاكران لحتى انا ارجع عيدها، بقول له بتعرف ما رح عيدها لانه رح بين اني عم مثل. ما بتطلع نفس الشيء، مستحيل تطلع نفس الشيء. بس انا كمان غير انه انت ما بتتقصدي، بس انت بتنتبهي للحواليك. اكيد. لا يعني اذا شفتي حدا بتتقصدي تضحكيه اذا حسيتيه يمكن. ايه اكيد. لا اكيد، يعني حتى انا وجودي على السوشيال ميديا دائما بقول لهم انه صار في شيء صرح كثير كبير ببلاش، انه انت تستفيدي منه. حلو تزرع البسمه والمحبه والفرح بقلوب الناس، ليه بدي استغل السوشيال ميديا؟ انا في نكد كثير على السوشيال ميديا. ايه ونكد اوكي. لا اقول لك ليه، هلا الناس كلها مش مرتاحه، بس وانا مش مرتاحه، وانا ياما بطلع بقول لهم شيء بيبقوا مبسوطين عم بيضحكوا، يمكن يكون بكياني ساعتين. بس انا ما شغلتي اني كمان اظهر للناس، بس انا ببعض الاحيان لا بفرجيهم حزني، لانه اوقات حدا بيغلط على صفحتي لا بحسسه انه انا زعلت منك، انه انا على صفحتي ممنوع تحكي سياسه، انا على صفحتي ممنوع تحكي طائفيه، لما انت عم تتقصد يعني انت عم بتزعلني، لا انا بحسسه انه زعلت وهو بيرجع بيعتذر.
على المستوى الشخصي ليليان، لو تزوجتي اي هل كنت رح تكوني اسعد؟ ما بنعرف هذا الشيء، يعني ما انا دائما ما بتقولي لحالك لو تزوجت انا بعتقد هو رح يكون كان يكون مبسوط ما في شك، لا بكل تواضع مش لانه خسر اخ لا خسر. مش لانه انا احسن من غيري، بس انا بعتقد انه الرجال بحب البنت المهضومه كمان، مش بس البنت الحلوه. وهي هلا يمكن عم بقول لك يعني كان في عندي نواقص كثيره، هلا انا رغم اني انا بديني بس انا مني بشعه، عرفتي؟ يعني في كتير رجال اللي بحبوا البدينات، بس انا زياده الله هيك منقط لي كم نقطه زياده بهضامه. انا يعني لما بتشوفي حتى فنانين كبار او اشخاص بمقابلات لما بيطلعوا ببرامج، كيف بتحب مرتك تكون؟ اول شيء بقول مهضومه. مزبوط، لانه هو الرجال بيهرب من المراه النكديه. انت وعم تحكي عم بتبرري انه انا مني بشعه، ليش ما بتقولي انا حلوه؟ لا انا حلوه، انا ملكه جمال، بشوف حالي لكن انا كتير حلوه. لا بس عم بقصد انه اشخاص، يعني في انا كتير بشجع البنات البدينات، انه بتطلع بلاقي بنت كتير وجهها حلو بس بلاقيها قاعده عم تدافع عن حالها. شو عم تدافع هالقد؟ انت حلوه منك بشعه، يعني مش بالضروره اذا انت ناصحه يعني انت بشعه. ما حدا بشع الا من جوا. هيدا وصلتي له بعدين يعني؟ لا. او من الاساس انت شايفه حالك حلوه وعندك مشكل بالبدانه لا اقول لك ليه، لاني انا خلقت ناصحه، انا مش كنت ضعيفه وانصحت. هون في بدنا نفرق، يعني في بنات ما بتعرفي حالك في إلا. بنات لا انا بحياتي انا من بيت 4 سنين بلشت انصح، لانه صار عندي بروبلم انا وصغيره صحي، فوتوني على المستشفى اهلي 60 يوم عم بيعطوني كورتيزون، تعبى الكورتيزون بجسمي، والحكيم انا وظاهره من المستشفى قال لها حكيم لأمي، قال لها بنتك يا بده ينضرب النخاع الشوكي والحمد لله يا إنه بدها تنصح كتير على الكورتيزون. قلت له أمي مثل ما شو ما كان بس بدي إياها تضل طيبة. فالفرق ست رابعة إنه لما وحدة بتكون ضعيفة وبتنصح هيدي أكيد بتتعقد، أكيد يعني مثل مرة بتكون حلوة بتتجوز بتولد بتنصح خلص يعني بتتعقد، وجوزي بده يتركني وبكره بده يطلقني، بتعيش بهيدا الصراع. الفرق انه انت لما بتخلقي ناصحه مثل كانك خلقت ضعيفه. انا حسيت حالي انه انا نورمال، بس كنت اتعذب لما بدي اروح جيب تياب، ارجع على البيت عم ببكي لاني بحب الجخ واللبس، وابكي انه ما عم لاقي الا كله، لانه كان دائما بس بتلاقي قياس كبير تلاقيه خرج مره كبيره بالعمر. طبعا فنتف حالي انه ليش الفيات انا ما عم لاقي قياس. فانا كان كل همي بدي اضعف قبل ما اعرف انه البدانه بتعمل مشكله صحيه كبيره، كان همي بدي اضعف للاقي تياب حلوين. ايه بس لاقي تياب حلوين. وبعدين كان بدك تضعفي شغلة لتتزوجي؟ يعني كنت تقولي ما بتزوج الا لاضعف؟ فكرت ايه بس قبل بدي اقول لك ايه نقطه، انه ليه كمان ما حسيت بهيدا الشيء؟ لانه اهلي كانوا ما كانوا من الاهل اللي بيتنمروا. يعني انا بعرف صديقه لإلي امها كانت تقول لها انت بحياتك، لانه شوي نصوحه، بحياتك ما رح تلاقي رجال يتجوزك، عقدتها امها عقدتها. لا انا اخواتي واهلي كانوا كل وقت يشوفوني حلوه، انا اذا ماشي على الطريق وحدا لطشني اخواتي ينزلوا يطرقوا قتلي. ولا مره امك، لانه بتعرفي ليه عم بسالك هالسؤال، بحب توجه من خلاله لكل الامهات، اذا شوي نصحت حاجتك لي عم تنصحي، بصير الاهل يسمعوا كلام مؤذي وجارح لاولادهم. ايه اهلي لا رابع على قلك لي حبيبي، لانه امي اوريدي انحطت الجو، هيدا ساعد امي، لانه الحكيم قال لها انه بده يصير فيها هيك، وقال لها بس يصير عمرها 12 سنه بدك تاخديها عند حكيم هرمونات وغدد اذا نصحت. فامي فعلا اهلي ما هملوني، انا من بنت 12 سنه ما بقي دكتور بلبنان من 60 سنه لليوم ما رحت لعنده، وما كانوا يلاقوا الدواء، ما كان الطب متقدم مثل اليوم. فأهلي أول شيء ما هملوني، أهلي وقفوا حدي، أهلي شجعوني، إخواتي كانوا يشوفوني كتير حلوة، كان إذا حدا قلت لك لطشني على الطريق ينزلوا يعني هن كمان غلطوا غلطة عمرهم، لأنه من بعد آخر قتلي واحد أكلها دمامول معطر بس لأنه قال لي أوف شو بشعة، كان عمري شي 16 سنة. قال قدامك بوجهك؟ عم يمزح معي من أهل الحي، قال لي أوف شو بشعة، طلعت عم ببكي، قلت له قال لي شو بشعة، نزلوا دمموه يعني. بس هيدي من وقتها كمان هني منعوني خبرهم شيء، تحملت مسؤوليتي وتحملت قصص أكبر من عمري وتحملت تحرش وتحملت كل شيء. تحرش شو يعني؟ تحرش جنسي. أكيد من مين؟ ما في بنت، من كتير عالم
حتى من الناس بيشتغل معهم بالشغل بالشغل بالحياة بالحي بالسفر ب ب ما بعرف شو على الحدود اللي بدك. ليه ما حكيتي؟ لانه ما بدي سبب مشاكل لاخواتي واعمل الدم للركب يعني عرفتي انه. طب اليوم شو بتقولي لكل بنت بتتعرض للتحرش وبتخاف تحكي خوفا؟ لا بس انا لقلك ليه ما حكيت، لاني انا كنت قوية. شو كنت تعملي؟ بعجبك. لا اعطيني مثل هيك صار يعني صار غير وضع. لا اكيد يعني ما كنت جبانه وما كنت بخاف وما كنت بستسلم. لا اكيد اللي بسمعك كلام او اللي بقرب عليك شو ايه هو بالاول قبل ما يتحرش يدويا بده يتحرش لفظيا يعني فلما انت بتصيب يعني ما بقعد يتجرأ يعني في كم حدا. انا كان عمري 14 سنه نزلت على الدكانه عند بيت خالتي لجيب بن وتحرش فيه قرصني بصدري. شو عملتي؟ صفقت كف. كان عمري 14 سنة وطلعت وقلت لهم قرصني بالصدري ونزلوا طرقوا أكل. لا يعني لا هي كمان بدي أقول لك شيء، أنا إخواتي عطيوني القوة لأني أنا بنت وحيدة بين أربع شباب. أنا ليه بحب أحكي بهالمواضيع؟ تالناس يعني يوعوا على بنات على إخواتهم بالبيت. أنا إخواتي لأنه ما كان يجي بنات لأنه في شباب، مين يجي على البيت؟ يجي شباب. أوكي. فمشان هيك وعوني بكير، مشان هيك قووني انه الشاب شو بده من البنت؟ بده من البنت هيك. كمان كان في غلطة كبيرة كمان اهلي اقترفوها معي واخواتي انه كلهم بدي اعملهم مثل اخواتي. ما فيك تعمل فمشان هيك او كل الرجال مشان هيك انا تأخرت كتير تتجرأ يكون في احكي مع شاب. بأي عمر تجرأتي؟ كان عمري 24 سنة. ايه مين قبل ما كنت كان يعني شخص التقيت فيه صدفة يعني حبيته بعد أو لا 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 أبدا بس هو ضل الشخص اللي أنا إذا هيك بدي إياه والتقيت فيه بعد 30 سنة صدفة. إيه رجعت على البيت أبكي وأضحك. شو كانت مشاعرك؟ شو هالتناقض اللي عشتي؟ نشكر الله إنه ما صار شيء وتجوزته. ليه؟ لأنه لا هو من عمري حسيت انه انا بعدني حلوة وصغيرة مبينة انه انا اليوم عمري 60 سنة اسم الله عليك انا ببين عمري 45 48 ماكسيموم هو عمره 60 مبين 70 وبتخيل اليان انت ما عاملة بوتوكس ولا شيء يعني انت وجهك ما بوتوكس خلقه شو بدي اعمل كل البوتوكس اللي حاطه ربنا بده يحط فوقه بوتوكس زعلت عليه انه هو بعمري مبين 70 هرجل عن جد يعني قديه تعبان بحياته كان مزوج؟ زعلت ايه قولك الزواج هو اللي بهرجل؟ لا مش بالضرورة بس عم بخبر رفيقتي قالت لي لو تجوزك يمكن ما هرجل. طب ليليان انت ايه؟ يعني كنت دايما تقولي بدي اضعف لأتزوج؟ لا مرقت هاي الفترة لقلك شو انا اكتريت اللي تقدموا لي ربع كانوا اصغر مني بالعمر وهيدا اللي هيدا اللي ما خليني ما بعرف ما خليني اول شيء ما ببين عمري يعني تخيلي انه انا كان عمري 45 يتقدم لي واحد عمره 30 شو المشكله؟ لا انا بالنسبه لإلي ضد الحب ما بيعترف لا 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 ولا بالدين لا 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 انا بالنسبه لإلي ولا ممكن باخده بعمري باخده اصغر مني بسنتين بس اخده اصغر مني ب 15 20 سنه لا مشكلتي بفكر كثير لقدام لك هلا كثير اشخاص رح يحضروني رح يقولوا اوف شو دقه قديمه وهيك انا كثير بفتخر اني دقه قديمه انا برفض اتجوز حدا اصغر من عمري لا اجتماعيا ولا مجتمعا ولا بيئيا امه وبيو اول شيء رح يقولوا ضحكت عليه ولعبت له بعقليته بعد بهالزمن في ناس ايه حرام اكيد فانا كتير بفكر لقدام لا بس بعدين لما صرت افهم طبيا صرت اعرف انه البدينه صعبه تحبل تتعذب لتحبل تتعذب بالولاده صرت اقول لا انا اذا بدي اتزوج انا لازم اضعف انا ليه بدي اتزوج شخص بحبه وبحبني وعزبه وبطل جيب اولاد واقهر ويحط علي مال الدنيا هيدا تفكيري اللي كان لقدام وقصص الحياه اللي كانت عم بتصير حوالي يعني القصص اللي خوفتني بقصص كثيره من نماذج ناس صاروا معي من اصحابي صارت بالقص يعني حتى كمان يعني مثلا تخيلي انه لما جيت جرأت اول مره رحت شربت قهوه مع حدا بكافيه كان عمري 50 سنه لانه اخواتي وخلص
على الخمسين كان لا. أول أول لقاء فنجان قهوة, فنجان قهوة بكفي. أول ما قعدت بعد ما شربت القهوة بقطني إياها, قال لي هول المقابلات اللي بتطلع فيهم تقبض عليون. شو قلت له؟ قلت له سوري دغري, قلت له بالإذن سوري, فت على التواليت, دقيت للتاكسي وفليت. لا يعني انه في اشخاص بيحكوا معك على طمع, بس للخمسين سنة لحتى ليليان تجرأت او مشاعرها دفعتها تروح تقعد مع رجل؟ لا, عن طلب انه بده يتعرف علي, هذا كان اول مرة. بس قبل كيف تصير؟ يكون شخص بيقرب, بنت خالتي التقينا بعدين يعترف لي, نكون مثلا بجروب يعترف لي, مصور مثلا يعترف لي انه لا عن جد ايه؟ انا كثير. وشو أنا المشكل؟ في مصورين, مهندسين صوت, في فنانين, في مطربين غرموا فيي. فيك تسمي لي؟ لا اكيد لا, حرام حرام كرمال نسوان ومش كرمال شيء. انا عرفت عايب يعني. لا بس عم بقول لك شو, بس منن انه كمان كتار انه وقف يا واحد واحد يا شباب, لا مش لهالدرجه. ايه ايه, بس انه كل المشكله انه كانوا اصغر مني. طب انت انغرمتي بحياتي؟ ولا مرة انغرمت. هيدا الغرام القتولي, وإذا ما عمل لي مسكول ببكي وما فيني نام بالليل لأحكي. هيدا لا. الشغف وهيدا, بس أكيد كان في حالات إعجاب أكيد. يعني الحالات الإعجاب اللي أنا يعني تمنيت أنه يكون في شيء بيني وبينهم, أي بيطلعوا لهم شيء أربع أشخاص بحياتي يعني بالستين سنة. منيح أربع, حرام كمان كتير قليل يعني. أنا بعرف غير كتير يعني. إيه بس أنه أنا يكون أنه كان عندي علاقة مع أشخاص وهيك. ولا مرة عملتي علاقة؟ ابدا اكيد لا. علاقه كامله؟ لا لا اكيد. وانا ليه؟ ضد المساكنه. ليه؟ لا انا دينيا واخلاقيا وتربويا, شو ما بدهم يقولوا العالم يقولوا, انا ضد المساكنه. لا ولا ممكن اعملها ابدا. انت ما تتمان المشاعر والاحاسيس. انا خلقت ببيت متدين. امي متدينه, بتقعد نهار ما عندها تصوير حتى القران الكريم وحتى الانجيل المقدس عم تعمل, عم تجمع الآيات اللي بيشبهوا بعضهم. أمي كانت الجامعة دفتر فوق 350 آية بين بعضهم, وانسرق من قلب البيت لأنه أمي كانت بدها تاخد إذن, وأمي كانت أمية يعني تعلمت القراءة والكتابة. الله يرحمها العظيمة حبيبتي. فيعني إيه يمكن هلأ يعني إخواتي وكذا إيه راح يجابيني أنت بتخافي من كلام الناس يمكن, بس انا شو يعني انا نفسيا لا ما بقدر. ربع بدي اقول لك شيء اول مره رح اقول لك اياها بحلقتك, انا عايشه بصراع صار لي 5 سنين. شو هو؟ بين اني كمل هالمهنه او اني اخدم الرب. لحظه, انت عايشه بصراع بين تكملي كممثله قديره العالم عم يشهد لها بادوارها المتنوعه وهالنجاح اللي عم بتحققيه, وبين انك تتركي التمثيل. مش انه اعمل راه وتروحي على الدار؟ لا اكيد مش اعمل راه. تتعبدي بالبيت؟ لا, انه انا اخدم الرب, ساعد الناس روحيا مثل كتير فنانين. فيك يعني تخدمي انت وعم تمثلي. ما هي 100% انا معك, بس انا عم بقول لك انا دائما عايش بهيدا الصراع انه بس برجع بقول انه انا ما عم بعمل شيء. بتحسي احيانا انه التمثيل حرام كرمال هيك؟ ابدا عم تقولي ابدا. انا هذا اللي بقول التمثيل حرام والفن الوسط الفني مجوي ابدا. منه موبوء الوسط الفني؟ لا اكيد لا, انا برفض هيك الوسط التمثيلي. في اشخاص موبوئين بالوسط, الوسط الفني منه موبوء ابدا. ما في لتوصل فنانه او ممثله وتصير تاخذ دور بطولي مش بتقدم تلفزيونات هيك بنسمع. يا حبيبتي يا قلبي يا عيون فضلي. كل شخص بيستعمل الفن هو بهواه بطريقته بأسلوبه, هو حر يستعمل الفن ليوصل لمو. أنا ليه بدي استعمل الفن لمبتغاي؟ وأنا خلقت من بطن أمي مشهورة. أمي كانت حبلي فيي, وقعت عن الحصان بفيلم, قالوا أنه عليا نمرة وقعت وهي حامل. لما أنا خلقت قال عليا خلفت البنت اللي وقعت فيها بالحصان. هي يعني عم ينحكى فيك أنت؟ أنا انحكى فيي قبل ما أنا اشتهرت قبل ما أخلق. هلأ الأشخاص اللي بدهم يوصلوا للشهرة وما عندهم الموهبة وقبل وقتهم يستفلوا شو الأسلوب اللي هن بيتبعوه, مش بس بالفن. ليش إذا واحدة بتوظف وتصير مديرة شركة ما بتقدم تنازلات؟ بكل مهنة هي شو هو الشخص شو بده يستعمله أو أي أسلوب بده يمشي فيه. أنا برفض أنه ينقال كمان أنه التمثيل حرام. أنا مثلا من أول ما بلشت بمسيرتي لليوم شو قدمت أعمال منا جيدة أو منا أو مخلي للأداب أو
يمكن المست بقى تلعب كل الادوار، يمكن لعبت بفيلم عم سبسيب، يمكن لعبت اوكي هلا ادوار بدك تلعبيها، بس انا كمان عم يعني حتى الناس بيقولوا لك الرساله الفن مش رساله، يقول لك مين قال لك مش رساله؟ غصب عنك الفن رساله. ما بنسى دورك بوست بيروت والسبسبه، بس دورك الرائع ليليان. لو بيرجع الزمن فيك لورا ترجعي كنت يعني بتعيد النظر، بتقبلي بحدا من اللي تقدم؟ ايه اكيد، ايه في اثنين بقول ايه يعني يا ريت فكرت شوي زياده، يعني اجوني بال 24 25 ايه في فنان بندم انه ما تزوجته. فنان؟ ايه مغني او؟ ايه مغني صوته حلو؟ ايه كثير. بعده موجود؟ بعده طبعا مغني. الله يطول بعمره ويخلي له عائلته. ليه وقتها ما تزوجته؟ ليه قلتي له لا؟ لا انا صار عندي وضع ثاني، انه يعني كيف بدي اقول لك؟ العائله شوي عارضت. ليه؟ حدا بالعائله عارض، لانه ما يعني امي بدها اياني كانت اني اتزوج وجيب لها اولاد، ما بدها اياني كمل تمثيل، بس اخواتي ما بدهم كانوا ياني اني اتزوج بكير مثل امي، وكانوا حاسين انه عندي الموهبه، وكانوا عم بفكروا يعملوا فرقه للعائله، فخافوا اذا انا تزوج. عرفتي يعني بتحسي صارت قصه تهشيل اكثر ما انه هيدا، وانا ولد وما كنت بعرف شو يعني حب، يعني رغم انه عمري 24 بس ما بعرف هيك يعني. حتى لما كان يطلع فيي كنت انه ليه عم يطلع فيي يعني. تسمعي له اغانيه؟ أكيد أكيد. لما تشوفيه أكيد تلتقوا يعني. إيه بس ما كان في هذاك الغرام، بس إنه يعني كان في تلميح منه. إيه كان، وآخر مرة يعني كان قايل لي إنه هو بده يجي هو أهله يطلب إيدي. و شو بتحسي هلا؟ بعتقد إنه إخواتي يمكن التقوا فيه على الدرج وهالشلو، بعتقد هيك شيء يعني، لأني بعد شفته بعد وقت طويل يعني، وهيك بنضحك يعني بس نلتقى. قولي له شيء هلا، شو بتقولي له؟ انه الله يوفقه ويهنيه بحياته، وانا بتمنى له كل الخير، وهو بيعرف انه انا ما كنت مغرومه. طب غني له غنيته. لا قال ما بدي اسالك. ايوه عادي سمعك. ليكي كيف حاله اعجاب عن جد يعني بيناتنا، وبقول انه لو وقتها مثلا قال لي تعال نروح خطيفه يمكن كنت عملتها. عم اقول لك يمكن. حتى لو الاهل زعلوا انه امي بدها اياني اتجوز، كنت عارفه انه امي رح تكون مبسوطه. وانت هالقد معلقة منك. مرة قالت لي اذا حبيتي حدا وهيدا تاي عسكت قولي له وانا بزبط لك الخبرية. امي بدها اياني اتجوز وجيب اولاد، ما بدها اياني كمل تمثيل. زعلتي انه راحت بدون ما تشوفك مزوجة؟ ايه هي توفيت حرقت قلبها اني انا ما تزوجت، هي بدها انه حدا يكون معي باخرتي يحميني.
اكتشفت انه كمان بعد هالبرنامج عندي خوف رهيب، بس ندماني كتير هلا وخاصة بالكورونا، لانه كنت ضل اقول نيال عنده سيارة وهيك يروح جزدور على جبال ويرجع يتنفس. سنة واربعة اشهر بقلب البيت، انا ما بعرف، سميت الحيطان. هلا في حيط عندي اسمه موريس، ما بعرف مين. ليه موريس؟ ما طلعوا معي، واحدة اسمها ياسمين والتاني اسمه رؤوف. تتحدث مع الحيطان؟ انه وصلت احكي مع الحيطان. يعني والشي التاني اللي بتندم عليه؟ ايه بندم انه ما تزوجت وجبت ولد او بنت يعني لاخرتها. ايه ما بنكر ندمت، بس هالندم ندم السواقة من ايده، بس هيداك الندم مش من ايده. مشان هيك يعني ما بعتبره ندم، بعتبره حزن حسرة. كملت تعليمك لليوم؟ ولا نجي نعيش يعني. كنت حاسة انه شيء انه شو 60 سنة بتخاف من الموت؟ يعني. لا ابدا،
بس بزعل إذا متت. آخ يعني شو؟ وما كون يعني اتبهدل ببلدي بموتة هيدا بس. ايه لأنه بلبنان للأسف مصمدة شي لما تتبهدلي. كنت عم بلش صمت طرقوهم بالبنك. هلأ أنا بدي واجه رسالة يحسوا عدمهم البلا ضمير البلا أخلاق الحرامية النصابين اللي شو ما قلت عنهم قليل اللي هولي معهم 3,000 لـ10,000 دولار. هول ما معهم 6 مليون دولار. تهيدا هول اعطوني اياهم كاش صغار المودعين اللي شقوا كل عمرهم. يعني هدول اللي انا كنت معني عم صمت فيهم لاخرتي هول ما بحق لك تعطيني اياهم على 3900. هول بدك تعطيني اياهم دولارات كاملين يا نصاب يا حرامي يا بلا اخلاق يا بلا ضمير لالله ينتقم منكم. فشيت خلقي ربنا الا ما يستجيب. انا بقول ليليان نمري باسمك بتاريخك باللي عملتيه عم تاخدي حقك بالادوار كما كما يجب. لا مش بالضرورة هلا حقك فينا نقول حقك الحمد لله آخر 5 سنين لا آخر 10 سنين وبكمية الأدوار عم ينسحب البساط من تحت جريك. أكيد ما عم بياخد حقي. ليه؟ نحن ما بناخد حقنا بس عم نسمع الممثلات والممثلين النجوم أجورهم عالية. نجوم أنت مش نجمة البطلة. أنت مش نجمة. لا نحن سنيدة للأبطال. نحن بيجيبونا ميزان لندعم العمل. ما بتحط شروطك؟ أنا ما بمثل إلا بهالأجر وأنا مني أقل من غيري. بيجيبوا غيري. في كتير أدوار راحت مني لأنه ما وافقت لا ماديا ولا معنويا. بس في دور مثلا مثل هلأ مثلا جورجيت درباس بضحي بالمصاري طبعا لأنه دور مثل زلفة بضحي بالمصاري مثل تفاحة بضحي بالمصاري. كم دور انسحب من ايدك وصل الورق لك وقلت ايه وطار من زمان هلا مؤخرا بهالسنة السنة لليوم في مسلسلين هيك اوقات بتصير قصص جوا. يعني يمكن يكون حدا واعد حدا بالدور بيكون المخرج حاكي معي او الكاتب وهن مش عارفين انه واعدين حدا مش منسقين او لا او بيعملوها حجه لانه ما بدهم يعطوني الدور. عرفتي؟ بس أنا من أول كورونا لليوم 6 مسلسلات اعتذرت عنهم لأنه كان خوفا شي... من كورونا. لا بالأساس كان الكورونا يعني كان السبب الرئيسي وخايفة. بس في أعمال كتير لأنه ما اندفع مثل ما لازم وخاصة هلأ صار ما بعض بيدفعوا لنا دولار. يعني للأجانب بيدفعونهم فريش ماني دولار نحن عم يدفعوا لنا على اللبناني وكتير السعر نزل للأسف. يعني بتجي بتطلعي انه هلا على اللبناني ما بيدفعوا لك ربع 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 اللي كنت تاخدي دولار. في دور اندفع لي فريش ماني ومبلغ كتير عالي ما اخذته لانه الدور ما عجبني. هلا انه ما بيضيف على طبعا بيضرب هلا عيب رح يقولوا العالم كله والصحافه انه اخذته كرمال المصاري. وانا لو بدي اشتغل كرمال المصاري انا اليوم كان عندي فيلا وسياره وشوفير. انا عم بحكيك الدغري ولا مره ما بتندمي؟ ما اشتغلت بحياتي شيء كرمال المصاري. اندم ليه بدي اندم؟ عامله بصمه ما بتشبه حدا. ليه بدي اندم؟ لا بتخيل الليله بهاللقاء كمان عملت بصمه ما بتشبه حدا. حكيت اللي بدك تقولي. إذا بتعطيني عنوان لحياتك من أول ما خلقتي للحظة وخلقتي أيه. مشهورة أعطيني أيه. هيك بكلمتين عنوان. أنا الحمد لله شكرا كثير. أنا كتير. ما في شيء خليني أوصل لهون إلا القناعة وحدة إنه لما بكون الله راضي عليك شو ما صار معك لازم تكوني مقتنعة إنه هيدي إرادة الله. الحمد لله الحمد لله. شكرا كثير لإلك. شكرا لإلكم. أنا تشرفت كثير بشكرك كثير على هالفرصة إني أحكي تقدم كذا رسالة وأهم شيء بوجه رسالتي لآخر دقيقة للأهل ثم الأهل ثم الأهل. أنت إضافة كبيرة لأي برنامج. صدقك عمرك. هو يعني هو اللي بيوصل أنا بدي أهنيك على البرنامج وإن شاء الله للموسم 25 سنة. إن شاء الله. الله يعطيك العمر وتضلي بصحتك وتضلي تقدمي برامج حلوة نفتخر فيها. تسلمي. الصدق هو مفتاح لقلوب. بتخيل بتوافقوني إنه ليليان نمري بصدقة دخلت كل القلوب.
من بنت موهوبة وقريبة من القلب استقطبت الملايين على تيك توك لفنانة بلشت تسطع نجوميتها وصار عندها صولات وجولات وحفلات. لما شريف شو القصة؟ لما شريف أهلا وسهلا فيك. يما أنا اللي ريده 72 مليون الحمد لله الحمد لله. يعني منقول لك إن شاء الله إلى المزيد والمزيد. هيدا اللي منعرفه لما نقول لما شريف يما أنا اللي ريده أخذت 72 مليون مشاهدة. لما هي من الأوائل الأول الأولى على تيك توك بلبنان ومن العشرة الأوائل بالعالم. هاشتاج صح الهاشتاج جايب 1 بليون على تيك توك. مين لما؟ يعني كيف لما؟ كيف لما وصلت لهون؟ كان وضع كورونا وكانت العالم كلها عم بتنزل على تيك توك، فطبعا أنا كنت من هيدا الجيل اللي قاعدة عم بتطلع بس ما كنت نزل شيء. صار في مثل تحدي بيني وبين رفقاتي، ما يلا نزلي شيء اعملي شيء. نزلت صرت أغني مقاطع صغيرة على التيك توك، بعدين قلت خليني أعمل غنية وحققت نجاح كتير كبير. أنت كان صوتك حلو؟ يعني أنت كنت مكتشفة أنه ايه؟ أو بدك تكوني مغنية ولا بدك تكوني نجمة سوشيال ميديا؟ نجمة كمغنية حلم أنه أكون مغنية كان شيء كنت أقوله من قبل، بس كنت قاطع الأمل نهائياً أنه أوصل لهذه المرحلة. ليه؟ يعني ما كنت بدرس بالجامعة، عندي أشغالي، كنت يعني بدي أشتغل بمهنتي اللي بدي. شو مهنتك؟ جرافيكس، جرافيك ديزاين. ايه ما توقعت ابدا انه اوصل لهالمرحلة. والتيك توك اهلك كانوا ضد الفن ولا؟ لا لا رواق، بابا صوته حلو كمان وخالتي واختي العيلة كلها. اللي يبدو انتو اختين بالبيت صح مأثرة فيها لأختك. ايه بشو تأثرتي بأختك وليه؟ بالقوة. يعني نحن مثل ما تفضلتي وحكيتي معنا اخوة شباب، فبابا كان اكتر شيء ركز على اختي الكبيرة حتى هي تقدر تكون ساندة البيت، فكان يروح يدربها على الصيد، تروح تلعب فوتبول، ضل مع الشباب نحن وصغار. فكنت بدي كتير انه اكون مثلها، شو ما تعمل قلدها. وكانت بس تغني تقعد هي والبابا يغنوا سوا، انا كنت ضلني اتسمع عليهم، ما كنت شارك لانه ما كنت بعرف انه صوتي حلو. فبعدين تعلقت باختي كتير وحبيت اكون مثلها. شو قلتيها اكثر شيء؟ يعني بعمر 8 سنين وشوي؟ ايه. شو عملتي؟ يعني مثلا طريقه حكي مع العالم، قعدتها مع البابا لباسها. ايه أختي محجبة. إيه تحجبت. كان عمرك قد إيه لما تحجبت؟ 8 سنين. وأي متى شلحت الحجاب؟ بعد 3 سنين. أنا تحجبت غيري من أختي لأنه أخذت كتير اهتمام بس تحجبت. صرت أقول لها يعني إنه ما أنا كمان بدي أتحجب. طلعت بعدك هي مظبوطة. أنا بدي أتحجب، تحجبت 3 سنين. صح، قالت لي الماما إذا بتتحجبي ما فيك تشلحي، مش عم نلعب. إلا إيه خلص بدي أتحجب. أخذت اهتمام أول سنة سنتين وبطل حدا بس للاهتمام. ما كنت كنت تصلي؟ بعدني لهلأ بصلي، يعني من أول من 8 سنين تحجبت وبلشت صلاة. ولما شلحت الحجاب كان سهل على أهلك؟ لا، ماما خنقتني شهرين. ما حكيت معك شهرين؟ وأنت ليش شلحتي؟ لأنه كان يعني ستايلي كنت ألبس ضيق، كنت كم طويل بس أنه أرفع عن كمامة سلم على شباب عادي، ما كنت حس حالي أنه أنا مقيدة بأخلاق الحجاب. يعني الحجاب له أصول وله أشياء بدك تتعاملي معها لحتى تكمليه. طب من الحجاب لتاتو، يعني عم نحكي وعم نحكي عن مجتمع يبدو أنه محافظ. صح. والوالدة زعلت منك شهرين لأنك شلحت الحجاب. صح. وشم على جسمك شو كيف ضابطة؟ كانت أنا درست، يعني الوشم هو تحرر بمحل. صح. بالشكل. صح. درست وجرق. أنا ميك أب أرتست تاتو كمان من غير الجامعة، درستها بمعهد رفيق يونس. فخلصت تاتو بدي حدا أتدرب عليه. يا ماما تعي دقلك ما بدي، أختي ما حدا كان يقبل أتدرب عليه. دربت بصراحة معهم حقي. فأنا دربت على حالي. أول فترة أول تاتو عملتها أكلت بهدلة، الثانية بهدلة، الثالثة جقرة، الرابعة صارت عادي خالص. مش الحال. هيدي شو ورقة شو على ايدك؟ هاي بالليمونة عنا معروفة فيها. شو هي؟ الحشيشة. هيدي ورقة حشيشة على ايدك. ليه؟ شو بدك تقولي؟ بنت اليمونة شو بدها تقول؟ بنت اليمونة بتقول اتركونا نزرع. ليه؟ احنا عنا باليمونة ما عنا شيء تاني نزرعه، يعني حاولنا كتير نلاقي بديل
او حاولنا نزرع ونبيع للدوله نخدوه اعملوا ادوي يعملوا شيء ما تتلفوننا، لانه في اشخاص نحن الحمد لله عشنا ببيروت واهلي بيشتغلوا ببيروت ففي مصدر تاني. فاللي قاعدين باليمونه كثير صعب عليهم انه بالمعيشه اللي عم بتصير انه يعيشوا. بس كرمال المشاهد يفهم، اهل اليمونه اللي هن بالبقاع ما عندهم حسب ما عم تقولي غير زراعه الحشيش ليقدروا يعيشوا. صح. ما فيهم يزرعوا ماشي. بطاطا بصل. جربنا كثير التربة اللي عندنا نحن باليمونة لأنه من زمان بتنزرع فيها هيدا النبتة، شو ما تزرعي ما عم يزبط. أنا يعني لما صار في كتير نقاشات حول هذا الموضوع صرنا نقول عطونا حلول، يعني نحن مش إنه متشبصين بهيدي الفكرة خلص هيك، يعني هيك إنه تعطونا حلول تانية بديل لهيدي الزراعة، بتاخدوا منا أنتوا هيدي الأشياء اللي عم تنزرع، تعطونا مصاري بتعملوا فيها أدوية. في أشخاص مثلا عندها 7-8 أولاد يعني ما بتقدر تعيش أولادها و ما في شغل، فلا انا معهم يعني بهذا الموضوع. بلايف من اللايفات اللي بتطلع فيهم وبلاقوا كمان استحسان كتير كبير ورواج، حكيتي عن السترة باللبس. صح. انه انا ما بلبس حفر. صح. غريب شوي. صح. ولا بتوقع، قلتي لحدا بتحديك تشوفني لابسة حفر ليه؟ اولا انا ربيت بمجتمع شوي متعصب، يعني ربيت باليمونة بالضيعة، عرفت كيف؟ ففي عندي خالاتي وعندي أمي كلهم يعني شوية باللبس، أهلي محجبين، ماما وخالته محجبات؟ إيه، وأختي محجبة. فعنا نحن بهذا النطاق أنه البنت عيب أنه تعرض حالها، ممكن يكون غلط ممكن يكون صح، بس أنا بنظريتي يعني بقول البنت إذا بدها تنشهر ليش بدها تنصر أن تعرض كتفها تعرض جسمها لحتى تنشهر؟ بس هني هالكام سنتي بتشعري أنه بيعملوا ما فرق؟ ما برتاح أبدا، لدرجة مرة كنا بالصيفية بدي أنزل على الدكان، كان في كتير شوب ببيروت لبسة كنزة حفر بالبيت، قلت خليني انزل الدكان تحت البيت، وصلت على باب البناية انفتح الباب وهب الهوا فيني، ما قدرت كمل، رجعت طلعت على البيت لبست علي ونزلت. انا بعرفها غير شيء للخبرية. كيف؟ بعرف انه حدا من البلكون زدت عليك شيء. لهذا اول ما شلحت الحجاب. اوكي. بعدها بفترة ماما كانت مخانقة معي قالت لي، كان شعري طويل، قالت لي بتشرح الحجاب قصر لك شعرك. ما طبعا كان كله حكي، نزلت بدي انزل طلعت هيك اجى الهواء لقيت حشاكه نمره 40 جاي من الطبقه السادسه على راسك. لا ما ممكن ترجعي تتحجبي، مش غلط، بس بتفكري بهالموضوع بيجي هيك بيخطر ببالك؟ صراحه كثير بيخطر ببالي، بس يعني هلا ما فيني. اولا صوري كلها انتشرت. بتشعري انه انا عم بغضب ربي؟ يعني في عندك هذا الشعور ولا لا؟ لا عندك انا عم. لانه الايمان هو بالقلب مش بالحجاب او باللبس القصير. في ناس طبعا احترامي للكل، في ناس بتكون لابسه شادور بس من جوا مش لابسه شيء، عرفت كيف؟ وفي ناس العكس بتكون دو بياس على البحر بس ايمانها من جوا كثير كبير. بتلبسي دو بياس على البحر؟ ما بروح بحر. الفن يعني مش الفنانات، الامراه اللي بتلبس حفر بتنظري لها نظره؟ لا طبعا لا، مش لانه انا ما بلبس حفر فكل وحده بتلبس حفر يعني بنت. طب هل يمكن الفن يخليك تضطري يوما ما تلبسي فستان؟ عندك حفله على مسرح والمصمم عمل لك فستان هيك بلا يعني مكشوف. مستحيل. مثل ما بينعمل لفنانات كثير كبار وبكسب جمهور اكثر، بس بخسر حالي بخسر اهلي. بتكسبي جمهور اكثر؟ طبعا. هلا نحن بهذا المجتمع بتظلي تنشهري، بس انا اذا بدي اكسب جمهور ما بكسب ربي ما بكسب. طب حالي. انت كيف عم تكسبي جمهور وانت ما عم تتزلطي؟ بالعفويه. هيدا السر؟ ايه العفويه يعني على الطبيعه، بحب الكل وما باذي حدا. لما شريف نجمه تيك توك وعم توصل للملايين على السوشيال ميديا، ظاهره وبتخلص او استمراريه؟ استمراريه اكيد. شو اللي بخليك تستمري لما؟ صوتك، موهبتك، شو؟ حب العالم. انا كل ما يسالوني شو رصيدك مثلا بقول لهم رصيدي 5 مليون على التيك توك، 700 ألف على الانستغرام، ومليون على اليوتيوب. بس احيانا بيكونوا فيك هيدول الناس، هيدا عالم افتراضي منه عالم. بس الحمد لله الحمد لله يعني عم لاقي العالم الحقيقي اللي فيها. يعني بحيالها شيء، حيالها عمل بدي اقوم فيه الكل عم يدعمني الكل عم يوقف حدي. من قبل ما تنشهري على التيك توك كان عندك محاوله ورجعتي تركتي ورجعتي للتيك توك. صح. شو اللي خلاكي تتركي وشو اللي رجعك؟ صراحة الانتقادات شوي. شو كانت الانتقادات؟ عشو مثلا صوتك مانو حلو، شو في شغلة تانية عمليها، شو هال
البسي منيح مثلا، هن بيفكروا اذا بدي البس نص كام يعني هذا شيء ما منيح، يعني بدك تتظلطي لحتى انه تنشهري وهيك. فانا قال لك صوتك منه حلو، في كومنتس، في كتير انتقادات اجتني. انت بتشوفي صوتك حلو؟ طبعا مش يعني ما بشوفه واو، ما بشوفه بيقرف، بس شوف انه انا فيني اوصل لك الاحساس اللي انا بدي اوصل لك اياه. احساسك هو هو الحلو. انت من اليمونه وبيت شريف، وفي اصوات بيت شريف يعني ما فينا ما نذكر فنان لصوته رائع معين شريف. معين بغني لون تاني مختلف ومزاجه الفني مختلف كتير صح. عن اللي بتقدميه بيتقبل اللي بتقدميه بكل صراحه يعني هو يعني من الاول مش الي بس انا سمعته مره من زمان كنت صغيره كان بمقابله من المقابلات عم بيقولوا له لو بنتك مثلا بدها تجي تفوت بهيدا المجال شو بتقلها؟ عم قالها روحي نضبي بالبيت. فانا شوي يعني استحيت من فكره انه انا بدي اطلع وهن يعني اخذين هيدي الفكره عن بنت بعلبك او البنت اللي عايشه باليمون انه تفوت بهيدا المجالات. بس رجعت قلت طالما انا عم اقدم شيء محترم وشيء مروح. طب بعد ما انشهرتي تواصلتي مع معين؟ طبعا ايه. شو قال لك؟ لا كثير مبسوط، في قعده قريبه ان شاء الله انا وياه. ما قالك نضبي بالبيت؟ لا ما قال لي. خطبتي وتركتي صح؟ ليه تركته؟ كان بده اياك تنضبي بالبيت كمان؟ لا صراحه تركنا قبل الشهره. ما اتفقنا يعني ما هو ستايله غير وانا ستايلي شيء ثاني كليا، مع انه انت كنت مغرومه فيه. قبل ما حبيته كثير، قبل ما هو ينغرم فيك صح، حبيته سنه من طرف واحد، اربع سنين سوا. كيف الحب من طرف واحد؟ خبريني. كثير بشع. كثير بشع يعني بس شوي يعني وصلت لمرحله اتخبى، كان وقتها برمضان قدام بيتهم في طريق وعلى الجهه المقابله في شجر، فاتخبى ورا الشجرات لهيك بس لحتى اعرف اي ساعه بفوت اي ساعه بيطلع، حط هالايرفونز واطلع فيه. اي حبيته سنه من طرف واحد حتى رجع بعدين. وبعدين كيف عرف انك بتحبيه انت؟ بنات عمي قالوا له جرسوني، وحتى لما عرف ما قبل. ما قبل؟ هو كان كثير يعني ملتزم و ما بيحكي ملتزم دينيا؟ ايه نعم. كان ينتمي الى حزب يعني ديني؟ ما بينتمي لحزب معين بس انه هو متدين. يعني بس هو ما خصه يعني بالاحزاب بس انه هو متدين. وليه ولكن خطب صبيه منا محجبه منفتحه يعني صح. مودرن فينا نقول صح. عصريه صح. كان يقول لك بدي حجبك لما نتزوج؟ انتوا خطبتوا اربع سنين. انا صراحه قبل الشهره عرضت عليه فكره انه انا بدي ارجع اتحجب، قال لي انا بمنعك عن كل شيء وبفرض عليك كل شيء بس هيدي الشغله ما تعمليها كرمالي، يعني اعمليها بس انت تكوني مقتنعه بينك وبين كنت مستعده تتحجبي كرماله؟ صح. لو بقيته خليني اعطيك سؤال افتراضي، لو استمريته وانشهرت لمشرف وقال لها بدك تتركي الفن انا ما بيناسبني تكون زوجتي فنانه وبدك تتحجبي، شو كنت بتعملي؟ ولا ما عندها هيدا يعني هالكم من المتابعين والنجاح؟ هو من الاساس لما كنت معه ما كان عندي سوشيال ميديا من الاساس، كنت كل ما نزل تيك توك يمحي لي اياه، قال له والله ما بدي انزل شيء بس بدي اشوف. فما بعتقد يعني انه لو كنا نحن مع بعض كنت وصلت لهون.
الله يوفقه بحياته والله يفتح ابو الجهور ارتبط، وانا كثير مبسوطه له وفرحانه له. اكيد 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 انا كمان عم شوف حياتي وشفت حياتي وكملت، وهلا في شاب كمان. في شاب هيك في اعجاب مش حب او شيء، ان شاء الله ما يكون في خطوة من طرف واحد. من طرف واحد ما بعرف يعني بعد ما صرحته. طب هو ما بعرف ليه دايما انت اللي يعني ما بعرف شو معروف على السوشيال ميديا؟ ايه شو بيعمل على السوشيال ميديا؟ بغني؟ لا تيك توك؟ ايه من نفس العالم يعني؟ ايه من نفس العالم. شو بتقولي له؟ قولي له هلا شيء على طريقتك. طلع هيك طالما انا ما عارفه والمشاهد ما عارف انت قولي له خليه هو يعرف. ما انا ما بدي اياه يعني. طب قولي له شيء ان شاء الله الله بيحقق لك كل شيء تتمناه، وطبعا حتى لو مش معي يعني بس انه ان شاء الله ان شاء الله تكون معي. لما انسانة عفوية طبيعية بسيطة حساسة، بس كمان اجت الشهرة بشكل مفاجئ، بوخر هالراس؟ كبرت الخس براسك؟ لا ابدا ابدا يعني بعد ما بتردي على التليفون؟ قالوا لي قبل الشهرة ما كنت رد. ما بحمل تليفوني. ايه يعني وحتى قد ما بنات عمي ولاد عمي بيحكوني بيحكيني شخص بصير الشات لتحت اذا ما ضل عم يحكيني، وانا يعني انا بشوف بس اول ثلاث اسماء وبسكر. ليه غنيت اغنيه عراقيه جاز عراقي؟ كثير بحب اهل العراق كرمال الشهره، لانه بنعرف نحن انه العراق هي مفتاح ل فولوورز وعدد مشاهدات. انا فتت بباب العراق لانه انا فعلا انا وصغير كثير بحب اهل العراق، وراحه يعني كذا مره لهونيك. لوين رايحة؟ على كربلاء والنجف. رحت زيارة أنا والماما، زيارة دينية يعني. صح. وكتير حبيت العالم، طريقة تعاملهم معي. بلشت غني لأهل العراق وفي عالم ما بتعرفني لبنانية بتفكرني عراقية حتى. فالحمد لله أنا شهرتي بالعراق أكثر من شهرتي بلبنان. هلأ إذا بتمشي بالطريق بالعراق بيعرفوكي؟ أكيد طبعا. حتروحي قريبا؟ إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. في مرة انكتب على المواقع يعني مواقع الإخبارية على السوشيال ميديا لما شريف إنه دهست وتفر هاربة، يعني هرستي شخص وفريتي. هذا شيء غلط. هاربة من العدالة. طب علينا لما شريف هاربة من العدالة. صراحة أنا صح يعني عملت حادث، أنا وأختي كانت أختي السايقة وخبصنا واحد على الموتو، دغري صفت اختي على جنب وصارت انهارت نفسيا صراحه، فحطيتها بالمطعم اللي كان قريب منا وطلعت انا لعنده، كانت مكسوره ايده. بس هو يمكن ما بعرف شو صار معه، صار يحكي للصحافه انه اجى عيد بالجيش، هو اللي خلاني ارجع اروح لعنده. وانا مع انه رحت اخذته بايدي قلت له حيطول الصليب الاحمر، ورحت يعني تكفلت بكل التكاليف الواجبة علي لحتى ساعده، مع انه هو اللي كان جاي بعكس السير وهو اللي كان مش قانوني. بس نحن عنا بلبنان لو انت صافي وخبص طبعا الحق على اللي بسوق السيارة. اكيد فتكفلت فيه بكل شيء. بعدها بشهر بدق لي بيقول لي انا اجي عم توجعني. يا عمي ما كانت ايدك مكسوره، شو صار معك؟ صرنا من الايد للاجر. ايه. فرفع علي دعوة وصار في محاكم. وين صارت الدعوة؟ رحت امبارح والله حضرت وقدمت افادتي، وطبعا الكل بيعرف انه كان في شهود يعني بتشهد انه الحق معي. وهو عم يجي مثل ابتزازة. ان شاء الله خير. شو بتقولي له اذا هلا؟ الله يسامحك. خير شو بدي اقول لك؟ الله يسامحك ويسامحني اني عملت منيح معك. بعدك بتغمي بالعزوات؟ صحيح بتغمي بالعزوات؟ حتى ما بكون بعرفه للمي. يعني اهل العزا صبروا والمعزيم كفروا على هيدي القاعدة، بتفوتي ولو ما بتعرفي. يعني مثلا صار معنا هديك المرة كان في عزا، الله يطول بأعمال الجميع، بأعمار الجميع صح لا ما بدي والسامعين. فهو كانوا من بيت شريف، كانوا اثنين اخوة. فأنا رحت مع الماما قاعدة شفت خاله عم يبكي، ماما عم تبكي وكلهم عم يبكوا، وتضايقت عليهم كيف عم يبكوا. فانا بكيت شوي، فاجت وحده صارت تقول لي خلص ما بدها هالقد. انا قلت لك والله ما بعرفهم، هي تكمل علي اخشي غبيت عن الوعي. ان شاء الله ما بتغيبي عن الوعي الا من الفرح. يا لما ميرسي كلك شو. لما بعده عم ينقال لما شريف نجمه تيك توك بزعلك هالشيء؟ شوي
صراحة. شو بدك ينقال عنك؟ الفنانة؟ فنانة لبنانية، بس ما بدي إنه ينمحى اسمي من التيك توك. يعني أنا حبي إنه أشتغل بعد على اسمي لحتى أطلع من هيدا العالم، فوت بعالم الفن، بس ما أترك بلاتفورم التيك توك. شو بدي أسمع منك هلأ؟ يا فنانة. من الفنانة لمشرف، سمعينا شي. حلفتلي؟ إيه طبعاً. وحلفت لي لغيرك عمري ما كون، كل عمري بحبها والله مجنون، ولا هلا حبيبة قلبي بتكون، وليش تخون ولو بعرف ليش تركني وليش هجار، وعلى بعده أنا لا قلبي ما انكسر، ويا شماتت كل العالم والبشر، وليش تخون. سامع؟ لما شريف كل التوفيق لك. ميرسي، كل ذوق. ميرسي حبيبة قلبي. لما العفوية الذكية خبرت قصتها مع النجومية، لكن الطريق صعب والمنافسة شرسة، هل رح تقدر لما تستمر؟ الأيام بتخبر. من أهم اللاعبين بتاريخ كرة السلة السورية والعربية، بطل بالملعب وبطل بمواجهة المرض، أنور عبد الحي، شو القصة؟ مساء الخير. يسعد مساكي، وشكرا على هالكلمتين اللي عن جد برد الروح. تسلم، بتستاهلهم وبتستاهل أكثر. يعني إذا بدنا نحكي ألقابك ونذكرها، سواء السورية أو العربية أو العالمية، ما بنخلص، ولكن الاسم، فخامة الاسم تكفي. أستاذ أنور، أنت الليلة معنا بشو القصة، لأنه من شخص يعني بطل فارس بالمسرح، بمسرح كرة السلة، لا طريح الفراش، المرض داهمك، شو صار معك تحديدا؟ والله ست رابعة، شوفي اللي صار معي، مرض هو زيادة مناعة بيصيب الأعصاب، بيبدأ الحمد لله. يعني شوفي دائما ناخدها بالطريقة الإيجابية، بيبدأ بأصابيع الرجلين خلينا نقول من تحت، وبيطلع لفوق ليوصل للتنفس، ودائما بياكل اطراف الاعصاب، تنشل حركه البني ادم فتره يوم ورا يوم. يعني خلال 4 أو 5 أيام بيكون الشخص مشلول حركته تماما، وممكن اذا وصلت للعصب التنفسي يفقدها. بقى انا هون بدك تسمحي لي خبرك قصه شوي بتضحك. هلا اللي صار، قال لي الدكتور اشرف فكي، بدي احييه طبعا بالجامعه الملكيه بيروت، صار يضحك معي، يقول لي انا بعرفك وانت لو مالك طويل كان المفروض انت تكون مفارق حياتك. بس الناحيه الايجابيه، الناحيه السلبيه، قال لي طولك، قال لي انت عم تطول للطيب، عم ترجع لك الحركه، لانه هو بيتراجع شوي شوي، وامراض الاعصاب يعني بتاخذ 4 5 أيام بالاصابه، وللأسف تأخذ سنين بالشفاء. قدي صار لك مصاب بالمرض أستاذ أنور؟ يعني أنا من بداية 2017، من 3/1/2017، يعني بنهاية السنة بيكون صار لي 5 سنوات. الحمد لله رجعت ست رابعة، يعني أكيد ما حأرجع ألعب باسكت، بس رجعت الحمد لله حياتي طبيعية، عم تمشي طبيعي، ما عدا التوازن بالمشي. الله لا يفقد حدا يعني شيء من هالميزات الصحية. ما بيقولوا لك الصحة تاج على رؤوس الصحة، لا يراها إلا الضعفاء. يعني هالقدمين هن مثل تماما مثل الدرون، هن اللي بيعملوا توازن للشخص. إن شاء الله قريبا
باذن الله بتوازن 100%. ان شاء الله يا رب. على كل حال التوازن النفسي والتوازن العقلي هو المهم، هو اللي رح يخليك تنتصر اكثر واكثر على المرض. يعني من لاعب كره سله، من بطل عالمي، من شخص هالقد تكرم بحياته وهالقد انجز نجاحات، لانسان يعني فائد اهم شيء بالنسبه للاعب كره السله غير ايديه الاجرين. يعني خبرني عن شعورك. شوفي انت حكيتي كلام بيطير العقل. التوازن النفسي عن جد هو مهم، وهذا الشيء اليوم اللي وقف معي بمرضي هو جمهور النادي، جمهور سوريا، الناس القريبين. ما لقيت حالي بحاجة أبدا شخص يكون معي. ما بدي كذب عليك، جتني أيام أول المرض، جتني أيام يمكن لو بقدر وصل ل ل ل ل لمكان مرتفع وزدت حالي، مع أني أنا ضد الانتحار وأنا زلمة بعرف ربي وهيك، ولكن كنت عملتها لولا وقفة هالعالم اللي حوالي الرياضيين. أنا دائما بقول إنه الإيجابية إذا ما كانت موجودة الشخص بيفوت كل حياته. حكيت عن الإحاطة الناس واللاعبين والمحبين، هل كان في إحاطة من المقربين لإلك ودعم عاطفي من بيتك، من زوجتك، من أولادك؟ يعني للأسف ست رابعة بعتذر أنا بحكي هالكلام، بس أنا اللي وقف معي أكثر ناس وقفت معي هو السيد الرئيس. يعني كان في تطمين يوميا، كان في اهتمام كبير بالمشفى. علما انا يمكن ما مستلم اي مركز لا رياضي ولا غير رياضي، سوى انا نجم كنت بهالمنتخب السوري ومثلت بلدي لفتره طويله، هذا الشيء بيشرفني. بس بالطريقه الثانيه انت عم تساليني على المقربين، انا فقدت والدتي بهالفتره هي، بس انا فقدت وعي كمان حوالي سنه ونص. فتت ببيتي بمكان كنت متسطح ببيتي، فقت بعد سنة ونص لقيت الناس كلهم مختلفين. زوجتك ولادك وين كانوا؟ كانوا موجودين معي، بس صرت أول ما طلعت من البيت، يعني أنا أول مرة طلعت من البيت صرت أبكي. تخيل يعني أنا ضليت حوالي سنة ونص بالتخت ست رابعة، وأنا فقدت والدتي وأخواتي كلهم مسافرين بهالفترة هاي. بتفاجأ ببيتي، استغرب أنا في أصدقاء عزيزين علي. يعني أنا كنت مدير شركة كبيرة بسوريا، ويعني يمكن يتبع لي فوق 500 موظف، بنقطعوا عني فرد قطعة، وعلما أنا علاقتي فيهم رياضية، شلون علاقتي بالفريق، كنت أنا الكابتن تبعهم وكان كله يلحقني. لك لقيت في كثير ناس ما تحسن تشوفني، ما يجي يزورني. مين كان السبب؟ يقول لك يا أخي ليش هالناس مبعدة عني؟ صرت أسمع لما وعيت على الدنيا، صرت أسمع يقولوا لي إنه إحنا ما كانوا عم يستقبلونا ببيتك من عائلتك. كان في كذا مرة للأسف أشخاص يعني الطرف من العيلة عم يقولوا لنا اطلع، طبعا من العيلة أكيد مو من عيلة أبي وأمي. بقى اللي صار إني أنا اختلفت وزعلت واتهمت بأمور سيئة جدا. يعني وأنا بمرحلة كنت، إذا تخيلي والله العظيم، إذا شخص بيحاكيني بعيط بوشي ممكن أبكي، ممكن أزعل، مرضي عصبي 100%. وصلت لمرحلة يوم من الأيام أنا من كتر ما لي معصب ما حدا استحملني. هذا الشيء أنا ما بسامح فيه وبضلني بذكره، وبضل بذكره دائما. لذلك أنا عندي صرماية واحد بفريق، معلش عم بحكي بلغة قاسية شوي، ولكن صرماية واحد بفريق كرة السلة تبعي اللي كانوا معي، بجمهور نادي نادي الوحدة والجمهور السوري بشكل عام بكل شيء بعرفه. يعني هدول الناس ما تركوني يوم من الأيام، في ناس اجت غسلت من تحتي مع أنه أنا قاعد بالبيت. العفو لو كلمة سيئة ست رابعة، أنا مرتين ثلاثة العفو كنت وسخ حالي. يعني معلش عم بحكي هالحكي بجرأة، أنا ما بستحي منه، لأنه الحمد لله هلأ وقفت على رجلي وصرت أقدر نظف حالي تماما. ما كان حدا يجاوبني ببيتي باستثناء صديق وأخي، يعني صديق عندي عزيز علي وأخت موجود هون. بتسامحها أستاذ أنور لبنتك؟ الدم ما بيصير مي. ولا يمكن.
فترة ابني وهلأ عايش أنا وياه ومبسوط فيه وطاير عقلي. قلت له أول فترة تخيلي والله العظيم حوالي شهر شهرين ما قدر نام لحتى هو ينام، خاف تخيلي توصلي لهالمرحلة بعيد من هون ببيتك، شلون بدك تسامحي؟ يعني لذلك أنا اليوم ما عاد أقدر نام ببيتي وموجود في حدا. بس أنت قلتي الدم ما بيصير مي، والله ما بيصير مي، بس ما بقدر سامح. أستاذ أنور، لا نحن بهيدا الموضوع رح نستكمل الحديث، لأنه إنسان بطل انتصر على المرض وبطل بالملاعب، مش ممكن إلا يكون عنده قلب نظيف وطاهر ويفسح مجال. أنا اليوم اللي سمعته جدا مؤلم وجدا يحترم، لأنه تجربتك قاسية ولكن الحمد لله عم تنتصر عليها. بدنا نستكمل الحوار عندي هون بالاستوديو، نحكي تفاصيل ونسمع أكثر منك، لأنه هذه التجربة تستحق أن تسمع. بدعيك إن شاء الله قريبا تكون معنا. وأنا بتشرف، وأنا بدي أقول لك إنه عن جد أنا شخص أنا كثير كنت أحب أولادي بطريقة غريبة، بس ما حدا بيحب الغدر يا لا مدى. ان شاء الله بس نقعد بنقعد بنحكي، ان شاء الله بترجع بتحبهم، ان شاء الله بترجع بتحبهم وهيك بتنجلى الامور، بركي في امور يمكن مش واضحه. البطل انور عبد الحي، شكرا كثير لك، منتظرينك ببيروت، وانت بطل انتصرت على المرض، وهيدي اكبر درس لنا كلنا ولكل المشاهدين الليله بشو القصه ليعرفوا شو يعني اراده الحياه. شكرا كثير، سلامات.